ايه ده؟ اخبارك؟ الحمد لله بخير. ما تيجي كده نقعد مع بعض شوية؟ بقول لكم يا روح اقعد كده وارجع لكم. طيب ماشي. تمام؟ ماشي. اقول لك ايه يالا؟ شايف اخته عاملة ازاي؟ جامدة ولعنيها من تحت النقاب، حكاية تاني خالص. لا ما تحاولش يا احمد، مش هتقدر تعمل مع دي اي حاجة، خد بالك. انا مصاحب اسلام من زمان وهي محترمة. مفيش حاجة بتقف قصادي. تتراهن ان اجيبها واجيب رقمها وهعلق لك معايا كمان واكلمها؟ هدوم حرام. مفيش عاملك حاجه تاكلها قدام ماشي؟ لا لا ما تغلبيش نفسك، انا هطلع اريح شويه. ليه بس؟ بعدين بعدين. 50,000 ل 50,000 يا عم. وانا موافق. موافق؟ موافق. ماشي. ماشي يا عم. طب يلا. طب المهم ايه؟ جهز فلوسك النهارده. تروح فين؟ انت مالك بقى؟ ده شغلانتي انا. ماشي شوف مني جاهز. سلام. ايوه كده خلي الهوا بس كده. هو ده الشغل وهو ده الله يظبط الكلام. النقاب فين؟ النقاب عند المراية هناك. استاذة ياسمين. استاذة ياسمين خير؟ في حاجة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. بسرعة كده، كان في موضوع كنت عايزك فيه. موضوع ايه؟ بس الموضوع بعيد عن الاسلام. تمام؟ ايه هو يعني؟ بصراحة كده في واحد مصورك وانت بشعرك. مصورنا انا؟ وبعت له الصور عشان عارف ان انا قريب من اخوك يا اسلام. هو عارف شكلي منين؟ اكيد واحدة غيري مش انا. معرفش بقى يا استاذة، تقدري تشوفي بنفسك اهو. وريني. مش انت ده برضه؟ نهار اسود، ايه ده؟ ده انا. هو جاب الصور دي منين؟ معرفش. ما هو ده ازاي مصورني كده؟ اهدي بس، انا هو ده اللي بكلمك عشانه. فتحتي؟ انا حاولت على قد ما اقدر ان انا هديه، والصور دي كان هو عايز ايه ولا بيعمل ايه؟ هو كان عايز يرفعها على النت يا استاذه والسوشيال ميديا يعني، بس انا هديته. لكن عايز ايه دي بقى؟ لسه قال لي هقابلك النهارده وهشوف عايز ايه. خلاص انا هقول لاخويا اسلام. لا لا. هو يتصرف معاه. اخوك اسلام ايه؟ امال اعمل ايه؟ مش هيصدق. هيصدق ان انت اللي مصوراهم وبعتهم لواحد وماشيه سكه غلط لمؤاخذه. طب الحل؟ الحل دلوقتي ان حضرتك تكتبي لي بس رقمك، وانا دلوقتي لما يقابلنا اشوف عايز ايه واكلمك افهمك النظام ولا هو عايز ايه. الفضايح. ماشي. اتفضلي اهدي بس، اهدي وان شاء الله هتتحل. ما كنتش غلبانه اقول لاخوك يعني يا استاذه. اتفضل بالله. طبعا. عليك حاول تمسحهم من عنده وتحل الموضوع دوت من غير ما حد يعرف. يا استاذه ما تقلقيش، سيبوا كل حاجه عليا. يا رب استر. يا رب. هبقى اكلمك. حول الله يا رب. ايه يا عمد؟ ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. حلو ان لحقتك. بقول لك ايه بقى، كنت عايزك واعمل حسابك هات الفلوس معاك عشان انت خسرت الرهان. تعبت ولا ايه؟ يا عم اسمع مني بس زي ما بقول لك. بالسرعه دي؟ ادخل بس هات الفلوس يا حبيبي. انا ما بضيعش وقت. انت ساحر على كده يا ابني ولا ايه؟ عشان يبقى تتحداني تاني يا عم. فلوس يا عم. حلو قوي كده، هات. لا اتاكد بنفسي. طب تعال. مش هينفع طبعا واحنا في الشارع كده. تعالى يا عم قعد. ثواني بس. فلوس موجودة. ها يا ياسمين، بقول لك ايه، احنا كده الكلام مش هينفع في التليفون. انت لازم دلوقتي تجيلي على الكافيه عشان خاطر نعرف احنا هنعمل ولا هنتصرف ازاي. خلاص ماشي. سلام. يا ابن اللذينة، حاجات يا ابني، حاجات اللي توصل لإسلام يا ابني. انت تعمل حاجات؟ حاجات ايه؟ ده انا عملت كل حاجة. هات الفلوس. لا لما تيجي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ عشان ما تقلقش ولا تشوف حد قاعد معايا ترجع، ومستخبى بقى بعيد وتطمن بس هي اللي تقعد ويبقى تعالى. استخبى لك منين يعني؟ طريقتك بقى. هو ايه اللي بيحصل ده؟ يعني مفيش واحدة محترمة في الزمن ده؟
ياسمين. سلام. بقى فين ياسمين؟ رايحة اشتري حاجات، في حاجة ولا ايه؟ اشتري حاجات؟ حاجات دلوقتي ياسمين. في حاجات انا عايزاها يعني. ما متأخريش. طيب انا ما جيتش اسابعه البرومبا. لا جايه ما تقلقش. شكلي انا اللي هكسب الرهان. لا انا واثق من نفسي. انت كلامك كله فاكس يا عم. يا عم اسمع مني بس، انت زعلان ليه؟ كل حاجه هتبقى قدام عينك دلوقتي. انا الفلوس بتاعتي موجوده، فين فلوسك انت؟ يا عم انا عشان واثق من نفسي وعارف ان هي جايه ما جبتش فلوس. شكلك انت اللي هتكسب يا ريح. انا شفت قلت لك يا معلم. خليك انت بقى هنا. ده هيكسب ولا ايه؟ والله ما في ايه. ايدك لا طحالك. ايه يا اسلام في ايه؟ في ايه؟ انت انسان اصلا زباله ما بتفهمش انت وهو. انت ليه بتقول كده؟ ليه بقول كده؟ انتوا عارفين انت عملتوا ايه؟ ده هو اللي كان بتراهن. تراهن؟ كمان بتراهن علاقتي؟ هي دخلت الصحوبيه؟ خلاص يا احمد، انت كنت عايزني اجي من غير ما اقول لاخويا؟ لا وفي حوار كبير زي ده؟ على فكره بقى انت فاهم غلط. ده واحد كان مصورها او الله اعلم هي اللي بعت صورها ليه وهي بشعرها، وكان عايز يهددها ويرفع الصور، وانا حبيت اتدخل في الموضوع عشان احله. انت كداب. ما كفايه بقى كدب وحوارات. ايه يا اخي الغباء ده؟ على فكره انت من ساعه ما قابلتني وانا عارفه ان انت كداب بتاع حوارات، عشان انت لما وريتني الصوره كان باين فيها الحديد بتاع الشباك، وراجعنا كمان الكاميرات وعرفت ان انت اللي مصورني بالتليفون. طب في الاخر يطلع منكم كل ده؟ انت عايزني اخبي على اخويا واجي كمان اقابلك من وراه؟ بقول لك يا ياسمين يلا، ده عالم خساره فيهم الكلام. على رايك امشي. يلا انا الصبي حرامي. على فكره يا عماد بقى، لو انا الصبي حرامي فانت زي احنا غلطانين، احنا الاثنين ده اخت صاحبنا وعندهم حق في كل كلمه قلناها. ازاي نتران على اخت صاحبنا بدل ما نخاف عليها ونعتبرها اختنا؟